أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي صديق دائم الحلف وهو صادق في حلفه، وقد نهيته عن كثرة الحلف فلم يستجب، فهل دائما أبر بقسمه أم لا أبر بقسمه لكي يكفر ويرتدع عن كثرة الحلف؟ إذا كان في عدم إبرار قسمه ردع له عن ذلك فلا بأس بعدم إبراره لأجل ردعه عن ذلك. نعم.